جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى أخواتنا تقول أم بسمة، سؤالها طريف للغاية شيخ صالح، تقول: هل يجوز السفر للخارج مع الالتزام بالحجاب الشرعي للتنزه؟ وإذا كان هذا السفر لحفظ زوجي أثناء السفر لوحده، ما الحكم في ذلك؟ السفر للخارج إلى بلاد الكفر لأجل التنزه لا يجوز، لما فيه من الخطر والفتنة والشرور، وإنما يجوز السفر إلى بلاد الكفار بشروط: يكون هناك حاجة إلى السفر لعلاج مثلا، أو لدراسة لا يستطيع أن يحصل عليها إلا هناك، أو لتجارة يعني جلب بضائع وشراء بضائع لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر، فهذه يباح السفر من أجلها، أو للدعوة إلى الله عز وجل، فلا بأس بالسفر، أو بسفارة يعني من ولي الأمر يحمل رسائل أو يبلغ رسائل إلى ولاة البلاد الأخرى، هذه أغراض صحيحة، لكن مع التمسك بالدين وإظهار الدين والبعد عن الفتن ومواطن الشر، تحفظ غاية التحفظ والإسراع بالرجوع إذا انتهت المهمة، أما السفر للنزهة هذا أمر لا يجوز. وإذا سافر زوجك للنزهة فلا تسافري معه، لأن في هذا إعانة له على الإثم والعدوان تعريض لنفسك والفتنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السفر لحفظ الزوج كما تقول أختنا، يحفظكم الله شيخ صالح. لا تحفظ الزوج، الزوج إذا كان إنها لا, لا, لا دين عندها ولا ورع عنده، فربما يدربها على الشر ويوقعها في الفتنة. الزوج المأمون والتقي والدين لا يسافر للخارج لأجل النزهة فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع الموضوع يحتاج إلى كثير من النقاش وكثير من البحث شيخ صالح، ولا سيما وقد تحول النساء في هذه الرسالة إلى حافظات للرجال. لعلنا نعود إلى هذا الموضوع في وقت قريب إن شاء الله تعالى.